بارك الله فيك. أنا نحب نشكر الجمعية على الاستضافة. أنا نحب نقول أن نشارك مع الجمعية اليوم في معناتها في الدخول في ديناميكية والبحث عن الشغل وتكامل بين الإدارة العمومية المتمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل والجمعيات. العمل اللي يكون متكامل ما نجموش نخدمه بتصور إداري بحت. اليوم فرصة نحيي فيها الجمعية من خلال نشاطها النجم نعطوا الإضافة فيما يخص الجديد للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فيما يخص تنمية القدرة التشغيلية لدى الباحثين عن الشغل وفي مساعدة الباحثين عن الشغل. كما تعرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عندها أكثر من برنامج. البرامج هذه هي مفتوحة حتى للجمعيات، وفي حقيقة الأمر الجمعيات متعاونة برشا مع مكاتب التشغيل وفي إطار رؤية جهوية وتتجسم اليوم من خلال نشاط الجمعية هذه.